بيشرفنا انه نلتقي من جديد الفنان العراقي المعروف اسماعيل فاضل تيخبرنا عن جديده وعن هالحفلة اللي رح يقيمها ببانكستان. استاذ اسماعيل اهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة، خبرنا عن حفلتك. صباح الخير استاذ شرقي لك والى كل السادة المشاهدين والمستمعين، هذه تحية طيبة لك من خلال تلفزيون الغربة والجهة إلى الجالية العربية اللي متواجدة هنا في سيدني. هناك خطط كثيرة مستقبلية أستاذ شربل، ولكن الآن يعني عم بحضر يعني لمسات الأخيرة. 17 شهر عندك حفل. نعم، خبرنا عنه. هذه الحفل أول حفل الثاني في هذا المسرح بلدية بانكستاون، مسرح المكتبة الجديد اللي مسرح براين براون. بدي يعني أحيي كل الجهات الداعمة لهذا الحفل، هي بلدية بانكستاون، السيد كره عصفور، وشكرا إلى كل الذين دعمونا، الدكتور علاء العوادي صباح الخير دكتور علاء، شكرا لكل الذين سيدعمونا في الحضور وفي دعمهم المعنوي، إن يعني واثقين في تجدد وتواصل ويعني أواصر والروابط الثقافية مع بعض. أستاذ شربل أكرر شكري واعتزازي من خلال تلفزيون الغربة، وهذه دعوة للجميع، كل من يسمع صوت ما الدعوة عامة لكل الذين يعني يتمتعون بحس فني وضائقة فنية عالية، نحن ندعوهم للحضور يوم الأحد 17 بعد أسبوعين. نعم بعد أسبوعين. نعم، أنا ولازلنا إحنا في الأسبوع عم نعمل بروفات مكثفة مرتين في اليوم، مرتين في الأسبوع عفوا أستاذ شربل، حتى يعني نصل إلى المستوى المطلوب ومستوى ذائقة المستمع والمشاهد. هلا ما حدا كلهم بيعرفوا انه اسماعيل فاضل عنده صوت لا يعلى عليه. شكرا. يعني نحن بنشكر الله ان عشنا بوقتك وسمعناك. من ذوقك استاذ. مين بده يشاركك بالحفل؟ حدا بده يغني معك ولا انت كل الحفل؟ لا انا كل الحفل، بس ايضا شكري موصول الى فرقه الكورال الاصدقاء الحقيقه، لحد الان نحن محتارين كيف نطلق اسم لانهم اصدقاء، كلهم اصدقاء اسماعيل فاضل في الكورال، يعني حوالي 15 واحد راح يكون 15 فرد، والفرقه الموسيقيه من 10 موسيقيين اكاديميين، عم نحضر كل التحضيرات حتى يعني نظهر بصوره لائقه الى المستمع والمشاهد العربي. يعني انت عم تعمل حفله رائعه يعني اذا في كورال هالقد وموسيقي هالقد. نعم. بدك جمهور، كيف لقيت الجمهور؟ والله يعني هي انا قلت لك موجه الدعوه للجميع، ويعني رد اعلان اللي خلينا نقول لهم قديش التيكت تقريبا؟ التيكت شيء رمزي $50 $50. نعم. الحفل راح يكون يعني حوالي 3 ساعات، في الساعة وربع الأولى، ثم بعد ذلك بريك، بعد البريك ربع ساعة نعود نكفي في الحفل لحد الساعة 11 مساء. كثير من الأصدقاء المثقفين أنه النخبة يعني طلبوا الحضور، وهذه يعني أنا أشهد على اليوم بالحضور. هذه الحفلة تختلف عن بقية الحفلات استشهد، اعتاد المشاهد الكريم والمستمع أنه لما يحضر حفلة خاصة المستمع العربي يروح يعني يتغذى ويأكل ويشرب ويستمتع في طاولة كبيرة مخملية، هنا الأجواء تختلف. أنا في طرب، هنا في طرب، أنا أدعو لي يتغذى موسيقى ويتغذى فن، ويجينا مرة في حياته يجينا وهو صاحي وليس مخمور، يجينا صاحي لحتى يقول يقول أريد يعني يوصل إلى مستوى وعيه ويعي بنفس الوقت، يعني يستوعبنا ويعي ما نقدم نحن وهو صاحي، وريده ينتشي وريده يتذكر أغانينا الجميلة في ذلك الزمن الجميل، وهي خطوة لإحياء التراث العربي. استاذ شربل
فهذه دعوة للكل، أهلا وسهلا بهم، وشكرا مرة أخرى لكل الذين دعمونا، يعني الكواير والفرقة الموسيقية التي يعني بصراحة دعموا. كيف رضاك يعني كيف رضاك الحب هلا اسمعين؟ يعني كل شيء جاي مثل ما بيحب اسمعين فاضل؟ بعض الشغلات لا، يعني هناك قلق يساورني، ولكن بس بيتخلص منه. بيتخلص إن شاء الله، يعني القلق هو في الترتيب أستاذي الكريم، وهذه هو الحرص، أنا يعني من باب الحرص. لحد هلا كيف إقبال الجمهور لحد هلا؟ يعني أنت لازم يكون في إقبال أكثر بنظرك؟ السبب أولا يعني هناك مطربون جايين من الأوفرسيز السيد الكريم في نفس الليلة يعني قبل يوم ابن البلد قبل يوم. ما أيضا في ناس تريد ترغب أنه تسمع الفن الحالي اللي موجود، وهي أذواق يعني أذواق حتى مختلفة. قاعة كم بتسع شخص؟ إلى 300 شخص. نعم، قلت لك أنا وجهت كل الدعوة. أيضا كثير من المثقفين الآن سيتغيرون بسبب هناك دعوة موجودة في لبنان وجهت لهم، دعوة رسمية، ما أعرف دعوة حكومية أو رسمية، فكل حوالي يعني ما يقارب 20 أو 25 شخص، منهم من سافر يعني لحجل الباطل أجل الحفل. ما هو هذا هو جاء مؤجلا، هذا الحفل كان بالضبط أجل لأسباب يعني تأخروا يعني بس مكلف هالحفل، مكلف مكلف مكلف. وإذا ما في إقبال يمكن توقع بخسارة، يعني الخسارة واردة أستاذ شاردل، ولكن الربح الأكبر هو أنه الحضور إذا سيأتي ويعني حاضرون ويطلعون مبسوطين، هذا هو سعادتي، يعني هذا سعادتي صراحة. شو نشاطك بعد هالحفل؟ أنا عارف بدك تسافر بعد الحفل هذا أستاذ شاردل، يعني أنا رايح إلى الأوفرسيز يوم يعني 22، عندي حفل يوم 27، وعندي حفل يوم 7 مايو، وعندي حفل يوم هاتك برا أنجح من هون كثير، لأن هناك من ينظمها وهناك جمعيات كبيرة تنظمها سنويا لهذه الحفلات. فاعتادوا أروح أستاذ شاردل للصالة من 1000 إلى 1300 1400 شخص موجود في الصالة، ومبيوع التكتات قبل شهرين تشوفها كلها إن شاء الله بيكونوا مليان الصالة. الحمد لله يعني العالم برا بالأوفرسيز تنطر، هنا للأسف لا. مطربة الحي لا، بس بتقدر هون بيحبوا يرقصوا بيحبوا يدقوا بيروحوا حفلات بالرقص والدق. بالضبط، الناس بدت تنبسط من ضغوطات الحياة، ولكن تغذوا تعالوا تغدوا واسمعوا، اسمع خلينا نعود أنفسنا كيف يكون عندنا حسن السمع. يعني إحنا ليش دائما نروح ورقص وأركي لو ما بتغني الأجواء الخانقة؟ سعيد فاضل ما بيغني الحفلات لا أبداً. وبالخارج بيكونوا 1400 يسمعوا، هو يزيد أكثر أحياناً في مسارح الفين. في سؤال أنا بقول لك يا شخصي بس اللي يقولوا عليه. نعم، ليش إسماعيل فاضل يلي عنده تراث فني كبير ما بيغني لإسماعيل فاضل؟ أنا يعني أحب التراث كثير، هذه هي يعني رغبة شخصية. تراثك أنت؟ نعم. الفني وينه؟ هي عندي أنا لإلي، بس أعمالي جادة أستاذ شاردل، بدت يعني الجمهور يعني أعتقد لم تستوي. أعمل تستوي؟ عم أجرب، ولكن لأن الأغنية التراثية هي عالقة بإذن المستمع، لما تيجي تعيد ذكرها مرة ثانية راح يستذكر الماضية شيء، ولكن الأغنية الجديدة يحتاج لزمن حتى يهضمها ثم تدخل مزاجه لحتى. بس هذا ما بيأثر على إسماعيل طبعا كفنان. أكيد بيأثر، لأنه إسماعيل فاضل فنان أكيد، يعني لازم بقى يتخطى مرحلة الترديد، يكون فنان مردد، لازم يكون فنان يردد أغنياته العالم. معقول أستاذ شاردل اللي بتحكي، معقول مضبوط 100%، ولكن يعني أنا أخطو خطوة بطيئة بصراحة، حتى عندي تأني بالألحان، يعني أتلحن يعني ألحن الشيء الجاد، أقدم الشيء الجاد الذي يستهوي مثال حضرتك والمثقفين النخبة، أما يعني غيره قد لا أستهوي أو لا
يعني ما يعجبني الفن اللي أقدمه، ولكني أنا أقدم شيء أحياناً، أقدم حتى كلام اللي يعجبني رسم أقدمه على طول. يعني شو هي الأغنية هلأ اللي عم بتحضر لها؟ آخر شيء عندي قصيدة حضرتك أستاذ شرقي اللي هي بيروت ويا بيروت. أحب أوجه دعوة كبيرة إلى الأستاذ الكبير الملحن القدير أستاذ مجدي بولس على وضع اللحن لهذه الأغنية الجميلة، وعاملها بطريقة كلاسيكية رائعة. أحب أشكر يعني العمل معه صراحة ينمو على خبرة كبيرة أستاذ شربل. نتمنى أنه هذه القصيدة ترى النور إن شاء الله قريبا. عملنا الجايد في استوديو مجدي بولس، ولكن يعني عم بنحضر يعني إن شاء الله للمستقبل أنه أستاذ مجدي عم يحضر نقاط. يعني تكون هالأغنية لحنها مصري، نعم، لحنها عراقي وألفها لبناني، نعم، يعني بيروت تكون ثلاث جامعة العربية، هي كل أيام بيروت يحبوها العرب، كل العرب قبلة العرب الصراحة، ويا ريتنا العرب قد نلتقي مع بعض، بدنا نلتقي بمحبة وبقلوب صافية. هلا قصة عم تحكي عن التراث. نعم. معلش أنا بدي دغدغ اسمعي. تفضل ساشا. عم تحكي عن التراث، يا هل ترى إذا غناه أغنية بغداد وأنت حبيبتي؟ نعم. هل يرفضها الجمهور؟ والله أنا بوجهة نظري هاي الأغنية عزيزة جدا. طيب هل يرفضها الجمهور؟ لا. أوكي، معناتها هيدي تك. نعم. أوكي. يا مصر. والله إذا قلت للمصريين سأغني يا مصر ما تقدر بتزيد جمهورك؟ والله بيزيد يعني. أوكي تك. نعم. إذا غنيت يا بيروت اللبنانيين شو رح يعملوا؟ ما رح يحملوك على المسرح؟ أكيد. فإذا هذه ثلاث أغنيات عملوا لك الكونسرت. نعم. ما بقى في عندك حجة إنه ما تغني أغنية لك. إن شاء الله القادم سيأتي. وفي شعراء كثير يحبوا لك أغنيات شعبية. نعم. في عنا بالجالية عمالكة بالشعر وبالأغنية. أكيد أكيد أستاذ، مثل أمثال حضرتك الجالية العلمية مليانة. نعم. مليانة يعني بدنا إسماعيل فاضل. نعم. نروح نسمعه كإسماعيل فاضل. نعم. وهذا حلم هيدي مش أنا بس. نعم. كلهم بيقولوا لي. نعم. بيقولوا لي إسماعيل فاضل لازم يقف مثل ما بيقف صباح بخري. نعم. كاظم الساهر وديع الصافي. نعم. لأنك طاقة. أشكرك أستاذ شرقي. وباعتراف الفنان الكبير مجدي بولس قال لي طاقة. الحمد لله. أنا يعني بوعدك أستاذ شرقي من خلال تلفزيون الغربة إنه القادم سيأتي إذا كان لنا في العمر بقية. يا أخي نحن نعمل لك السيدي، أوريدي عملنا لك سيدي لكل الأغنيات، وزعنا على الموسيقيين. وزعنا على الموسيقيين اللي نتعلمه مثل ما بتتعلموا القراصية. والله كل اللي أعطتني أتوزع يعلم الله. على الموسيقيين يسمعوهم. شي منا في لبنان، شي منا في دبي، شي منا في لندن، شي منا في في بلاد في ابو ظبي يعني. وكيف كان والله كثير اخذوه، كثير اخذوه. كيف كان التعليق علي؟ كثير من شجعني ويشد بيدي. قلت لك الذواقة يعني يسمعوها يستمتعون فيها ويعطون رايهم الصريح. الاكاديميين بيحبوها. انا بعرف اسماعيل فاضل بيأثر في الاكاديمي، بيأثر في الفنان. بس اغنيتك شعبيه. في يعني انا الشعب كله كان عم بيعلق. الناس مش اكاديمي مبسوطين بالاغاني اللي عم بيعملها. حلو بالصوت الحلو. انا مسويه بطريقه اكاديميه بس حتى يفهم. شعبي راقي. في شعبي راقي. انا في واحد مصري. نعم. مش هقول اسمه. نعم. قال يا مصر خرجك تكون نشيد وطني بمصر. والله كثر خيره. معناتها شعبي. كثير والله سمعوه، كثير جاني يعني وجهات نظر وجاني تعليق عليها، يعني تعليق ايجابي كثير، ومنهم من شجعني اكثر. انا قلت لك استاذ شرل انا عندي محاولات ملحن وعندي محاولات شعر، اسمع شعر كثير، احيانا بألف لي شيء. كل ما تشوفني بتقول لي شعر. اي والله بحفظ الكثير. انت تنطر شعرا سيد شرل. انت تنطر بس احب اسمعك. وانا بحب ايضا انت على المنبر اسم الله عليك استاذ شرقي. رجال منبري قوي جدا، الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا. وانت فنان. الله يسلمك. لك انا بدي اقول لك سر. نعم. لما التقينا انا بدي اقول قصيده بغداد وانت حبيبتي. نعم. وقالوا لي اسماعيل فاضل بده يغنيها، قلت له لا يغنيها قبل بيقتلك. ما تخيل. لا مش معقول لما بتغنيها انت كيف بدي انا اقولك؟ ما بقى فيني اقولك استاذ الكريم، لولا الكلمه ما كان لحن.
ايوه بس انت الانتصار عم بتقول بغداد وعم نعم. لا في واحد قال لي بمصر كان اسماعيل فاضل عم بيرقص رقص مصر. نعم ببغداد كان عم بيبكي. والله سمو اي شايف تتعامل مع بغداد يعني بغداد الالم يعني للاسف هذه عم تبكي بغداد من حبيبك كانك عم تبكي التي قالت عنها السيده فيروز الله يطول عمرها بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر يا الف ليله يا مكمله الاعراس يغسل وجهك القمر هكذا تجازى بغداد ام هذا الم مصر هاي مصر الحلوه البلد العربيه قبلة الفن والفنان كيف تقدم له الأغنية سمعوها القصيدة قصيدة صديقتنا سمعوها نحكينا عن طريقة بدنا تغني يا مصر بالأوبرا نعم حكموها بالسجن الله يوجهك الشاعرة فاطمة العود قلوبنا مع أستاذ شربيل وهاي دعوة يعني من خلال تلفزيون الغربة إنه الله يسر أمرها والله يخفف ويغيروا هالقوانين هالقوانين ما يعني ما في حدا يحكي هذا القمع إلى متى هذا القمع يعني إلى متى تكتم والإنسان اللي يعبر عن رأيه الرأي الصادق والصريح بدأ غير مرغوب كل إنسان يعني متشدق ويعني عنده عدة وجوه هذا هو الذي صار يبرز في الجالي العربي شيء لماذا قالت كلمة حق قالت رأيي احترموا رأيي احترموا رأيي إنسانة إنسانة مهندسة شاطرة أسأل الله يعني أنه يخفف الحكم عنها وأن يتنزال عنها كل هذه الغمة وتعود إلى مصر هذه بنت مصر أوجه لها تحية هذه الصديقة الجبرانية السيدة فاطمة نعود أنا أحييك والله يخفف لك إحنا زعلانين كثير هون الغباء بإستراليا كثير وعملنا بالصلاة بس شو فينا نعمل هذا القانون بمصر يعني شو بدنا لازم تغيير القانون وللأسف ما بيغيروا القانون بعد الشعوب متخلفة والله أنا أقولها يعني من خلال تلفزيون الغربة إنه قلوبنا معك سيدة فاطمة الله يخفف عنك كل الهم الله يشيل عنك كل هذه الغمة والغبار وإن شاء الله ترجعين متعافية وأنت بنت مصر هي شمس مصر أنت شمس مصر شمس مصر الله يوفقك يا صاحبة كلمة الحق الله يزيل عنك إلى هذه دعوة إلى السيد الرئيس السيسي أنه يلتفت إلى التفاتة كريمة وهو يعني معروف في كرمه وفي عطاء السخي أتمنى أن لا ينسى فاطمة نعود أن يتذكرها أنا والشعب المصري والشعب العراق وكل العرب وكل الجاي بإسرائيل قلوبنا معك كل قلوبنا معك أستاذ إسماعيل نعم. شو قصة بدك تقول للجاي بآخر هاللقاء والله أحب أقول يعني هذه يعني أنا منكم وأنتم مني فأنا راح أقدم لكم هذا الفن فتعالوا واستمتعوا ومتعوا نفسكم هذه الساعات القليلة خلينا يعني نعيش لحظة عربية بها فن بها موسيقى بها كواير فيها جمال أحب كل يعني أشكر كل الذين دعموني في هذا الحفل أشكر دعمهم المعنوي ودعمهم المادي ودعمهم في تواصلهم معنا أستاذ شربل شكرا أنا وأنا كمان باسم شربل بعيني نعم وأصدقاء الغربة بقول لهم تفضلوا شوفوا شو بيعمل إسماعيل فاضل على المسرح شكرا لك شوفوا هالطاقة الفنية اللي نحن فخورين إن عشنا بزمنه لأنه بالفعل عندك صوت لا يعوض ولا يكرر بدعيهن أنا كلهم يجوا بـ17 شهر على المسرح بلانكستر إن شاء الله شكرا لمحطك أستاذ شربل وشكرا للجميع وشكرا إلى مشاهدي ومستمعي تلفزيون الغربة في كل استراليا شكرا جزيلا لك أستاذ شربل يا هلا نهارك سعيد شكرا جزيلا